طيب يلا بقى. أنا كثير راسلتك على الصفحات وقلت لك عمر بحاجة مساعدة، إنه ساعدونا أنقذونا من الوضع اللي نحن فيه. وإحنا جيناك يا ماما، شو اللي تتمنينه؟ بدي أعيش أنا وأولادي، بس بيتي آوينا نضب حالنا أنا وياهم أو أي شيء نعيش منه، بس هيك ما بدي أي شيء ثاني طلب يعني. ليش راسلتيني يا ماما؟ راسلتك لأنه ظروفنا كثير صعبة. كان وليش أنا؟ شفنا كثير عنك، سمعنا عنك أشياء كثير، فعل خير، عمل خير كثير، ساعدت ناس كثيرة. أنا متابعيتك وكثير طلبت من ربي إنه أنت تلتقي فيني. كثير كثير أنا حكيت، ما بلاقي صفحة وإشي هيك إلا أراسلك عليه. ودعيت لله كثير إني ألتقي فيك. الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين جمعنا فيك. هذا يعني أهم شيء. في كثير من الناس يعني ساعدونا عشان إحنا نوصل لك، عشان أنت توصلينا اليوم. الحمد لله اللي حكت علينا قبل الغروب. الحمد لله. طيب يا الله يعلم بالحال. طيب يا شوفي أنا. إيش أعمل؟ استحي. الشكر لله، أشكرك أخوي من كل قلبي. الله يكتبلك حتى يرضيك يا رب. زين شو راح تسوين هلا؟ احنا عندنا فكرة يا عمر. اللي انت اللي بدك يا قول. طيب احنا خلينا نفتح لك مشروع، اول شيء عشان يدخل لك رزق انت واولادك، وعشان ترتاحي، ومنها ان تعالجي زوجك، وهذا الحين في الوقت الحالي افضل. موضوع الايجار وهذا ما تفكري فيه. يا رب يا رب يا رب، دخيلك يا رب لك الحمد حتى ترضى يا رب. يا رب لك يا عمر، الله يكتب لك الخير ويسر لك. انت سامحيني والله يرضيكم حتى يرضيكم يا رب. أمانة إذا في مجال بس هيك يعني أرتاح من أجار البيت. محلولة صدقيني، صعب علينا والله. محلولة والله، ما عم أجيبه إلا حرم نفسي أنا وأولادي من أشياء كثيرة. طيب هذه محلولة صدقيني، واللي جابك هون راح يحلك الموضوع كله. أشكركم من كل قلبي، أشكر كل واحد ماشي بهذا العمل. أنتم أهل الخير من يوم يومكم. الله يبارك فيك، ما قصرتم. الله يعطيكم لحتى يرضيكم. وإحنا نحبكم والله، والله كل الشعب السوري على رأسنا. وإحنا والله العظيم الله يعلم، والله هو خير الشاهدين علينا وعظروفنا. الله يبارك فيك يا ميلولة. الشدائد يعني ما تكاتفنا، فهي لأن في شدائد فرب العالمين يخلينا نقرب من بعض، وهي مقولة الناس للناس تكفي. يعني لو بس فهمناها وطبقناها صدقيني كل أمورك كل أمورنا كانت أحلى. الدنيا بخير يا أمي، الله يحفظك. سلمي على أبو عمر. سلمي على عمر ونلتقي على خير. يعطيكم يا ربي. شكرا. يرضيكم. شكرا. الله يبارك فيك. الله يجبر بخير. الله يبارك فيك. شكرا يا أمي. شكرا. الله يعطيك. شكرا. الله يبارك فيك.